اول مره ما البس عدسات في فيديو. هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون فيديو الاسئله. متحمسه جدا جدا ان انا اجاوب على الاسئله بتاعتكم. الفيديو ده المفروض كان ينزل من بدري جدا، بس انا اتاخرت عليكم فيه، انا اسفه معلش، بس اهو اخيرا هنصوره. بس كده حلوين، يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو طبعا مش محتاجه اقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، ويلا بينا على السريع نبدا الفيديو. يلا يا بنات نبدا. اول حاجه من اليوتيوب، في بنوته سالتني بتقول لي يا دودو حلو قوي اللوك. كان اصلا الاسئله كنت قلت لكم عليها في الفيديو بتاع الايلاينر الاصفر. بنوته بتسال بتقول دعاء عايز حاجه للمسام الواسعه زي برايمر او استخدام ميه ورد. ميه الورد ما بتقفلش المسام خالص، ميه الورد كل دورها هي لو ساقعه بتعمل انقباض بسيط للمسام لكن ما بتقفلش المسام، هي بس ميه الورد بتحافظ على الترطيب في بشرتك او بتخلي بشرتك تفضل اكتر وقت مترطبه يعني. حاجه بقى تقفل المسام، عندك برايمرز كتير يعني. الحاجات اللي انا جربتها هي البرايمر بتاع بينيفيت وكمان البرايمر بتاع ميبيلين. مفيش برايمر بيقفل المسام خالص، هو بيقلل من شكلها يعني، حاجه تلغي المسام تخليها مش موجوده. الشيء ده يعني لسه ما اخترعوش. تاني سؤال، احكي لنا عنك اكتر، عن عمرك وشو بتدرسي وكيف تعلمتي ميك اب. نجاوب على اول السؤال. هو عمري انا عندي 27 سنه وداخله في 28. بدرس ايه؟ كنت بدرس في جامعه القاهره، كنت كليه حقوق، وتعلمت ميك اب ازاي. انا طول عمري بحب الميك اب، بحبه جدا 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 يعني. من وانا صغيره كنت على طول حاجه ماما دي بلعب بيها ليل ونهار. بس انا طلعت باوفر شويه يعني، ماما ما طلعتش بتحب الميك اب قوي كده زي ما انا بحبه. قعدت فتره طويله اتفرج على ناس بتعمل فيديوهات بتعلم منهم. اكشلي انا ما خدتش كورس او حد علمني، انا بقيت بتعلم من نفسي، بتعلم من فيديوهات، اتفرجت كتير، عرفت كتير، وكان عندي طريقه حلوه ان انا اقدر اعلم او افهم، فعشان كده عملت يعني اليوتيوب بس مش اكتر من كده. ايه تاني؟ اعملي روتين صباحي ومسائي للعنايه بالبشره. انا فعلا عملت فيديو موجود في القناه عن روتيني في عنايتي ببشرتي. اسئله تاني. في بنوته كاتبالي دعاء اسم اللينسز ايه. اللينسز اللي انا كنت لابساها في الفيديو كانت فاشونيستا او فاشون انستا، الدرجه اسمها كريستال براون. في بنوته تانيه عايزه اعرف نوع فاونديشن دراج ستول يكون تغطيه عاليه تنفع في المناسبات وفي نفس الوقت ما يطبعش في الطرحه، لوريال انفاليبل توتال كفر. في سؤال بنوته كتبته هقول اسمها عشان هو السؤال سبيشال شويه وعجبني. البنوته اسمها هبه محمد. هدفك من القناه على اليوتيوب والكارير بتاعك لو حاليا مفيش كارير او الكارير مش حباه، تحبي تشتغلي ايه؟ وشكرا ليكي على المحتوى اللي بتقدميه، استمري. اكشلي اول ما بدات القناه ما كنتش ليه هدف غير اني شخص بيعرف يشرح كويس، بيعرف يفهم كويس، فكانت دي الاساس. ان في بنات كتير مش عارفين ومش هيقدروا يروحوا ياخدوا كورسز عشان يحطوا مكياج لنفسهم، فكانت الفكره في الاساس هي ان انا اساعد البنات يعني. ده كان الهدف، ان انا كنت اتمنى ان انا اول ما ابتديت احط ميك اب الاقي حد يساعدني او يفهمني ستيب باي ستيب، فكانت دي الفكره من القناه ان انا عايزه حد يساعدني يعني. فانا حبيت اساعد لان انا اتمنيت ان كان يبقى موجود حد يساعد. هدفي بقى دلوقتي من القناه، نفسي القناه تكبر جدا. نفسي يكون في حد كده مصري عموما، زي الاسماء اللي بنشوفها للبلوجرز والفلوجرز والناس اللي بيعملوا ميك اب، نفسي يتحط جنبيهم اسم حد مصري يعني. بس هي الفكره في كده، فده كان حلمي ومازال حلمي يعني، دي اكتر حاجه نفسي فيها. في حلم تاني بقى شخصي تاني، بس ان شاء الله اما يتحقق هبقول عليه، لاني ما بحبش الكلام في الحاجه قبل ما احققها. بس دلوقتي شغلي انا مش بشتغل، انا موجوده بس في البيت مش اكتر عشان عندي فهد صغير، فعشان اخد بالي منه. بس الكارير اللي احب اشتغل فيه هو الميك اب، لاني انا اعتقدش ان انا اعرف اعمل اي حاجه في الدنيا غيره يعني. ما اعتقدش ان انا حتى لو اشتغلت في يوم من الايام بشهادتي هعرف، فبالنسبه لي الميك اب هو اهم حاجه. السؤال اللي بعده، بنوته اسم الاكونت بتاعها على يوتيوب اسمه سمايل. سالاني بتقول لي عندك كام سنه وبتدرسي ايه ومين اللي حفزك تعملي فيديوهات. انا جاوبت الاول، عندي 27 سنه وماشيه في 28. بدرس ايه؟ كنت بدرس حقوق بس خلاص خلصت بعد معاناه طبعا. بعد كده مين اللي حفزك تعملي فيديوهات؟ اللي حفزني اكتر اعمل فيديوهات هو اخويا الصغير، ومن بعدها على طول صحابي يعني، هما الاثنين، بس اخويا الصغير هو اكتر واحد يعني. هو مش صغير كتير، واصغر مني بسنه يعني، بس ماي بيست فريند.
طب يا بنات خلاص خلصنا اسئله اليوتيوب، هنخش بعد كده على اسئله انستجرام. اول سؤال، في بنوته بتقول لي بدي اسالك وين عايشه. انا عايشه بالامارات. ومنين بتجيبي مكياجك؟ انا بجيب الميك اب كله اونلاين، يعني بالنسبه لي الاونلاين اسهل، بقلب براحتي، بختار براحتي، لاني اما بنزل عموما اي ستور اشتري منه ببقى مشتته بسبب فهد، ما بعرفش اختار براحتي، ما بيبقاش معايا وقت، فبالنسبه لي الاونلاين احسن حاجه في الدنيا. وبتستخدمي مكياج كوبي؟ اكشلي مش كوبي، يعني قبل ما ابدا يوتيوب يعني جربت ان انا استخدم ميك اب كوبي، بس بعد كده حسيت ان الموضوع يعني طب ما هنا بدفع فلوس كتير وهنا بدفع فلوس كتير، فزود شويه واجيب الاوريجينال. دي نقطه. تاني حاجه، ما بستخدمش مكياج كوبي، ممكن استخدم مكياج مش معروف، يعني ممكن اجيب براند تعجبني علبه اي شادو منها فاخدها على طول من غير كلام، يعني لمجرد ان الالوان عجبتني، يعني ما بربطش دايما ان انا احط حاجه براند، يعني لو حاجه عجبتني مش براند اتس اوكي عادي ممكن اجيبها. منين بتجيبي ماركات الهاي اند مثل انستازيا؟ اونلاين، يعني بصي عندي سيفورا اونلاين، موجود عندي موقع اسمه نون، موقع اسمه سوق.com، كل حاجه موجوده اونلاين. بالنسبه لي اسهل لان المنتجات اقدر اعرفها من على اليوتيوب، اعرف الواناتها ايه، تركيبتها ايه، لونها ايه، كل الكلام ده كله، وبتعجبني اروح شاريها اونلاين بس مش اكتر. في بنوتة بتقول لي ازاي بشرتي الجميلة كده؟ لا عادي، انا ممكن يكون عندي عيوب بس ممكن تكون الكاميرا مش بتجيبها. اكيد عندي عيوب في بشرتي، يعني عندي مسام، عندي اللي هي الخطوط الحمراء كتير في بشرتي، فعندي مشاكل اكيد، بس يعني ممكن تكون ما بتبانش من الكاميرا، بس مش المشاكل الاوفر، يعني الحمد لله ما عنديش هلاك، ما عنديش حبوب، ما عنديش الحاجات اللي تبقى عائق قدام الميك اب، بس عندي الحاجات اللي هي الخفيفة، يعني اللي هي مثلا ايه، خطوط حمراء في بشرتي، ممكن يطلع لي حبايه كده اللي بتطلع لكل الناس في اي وقت، يعني بشرتي اكيد مش بيرفكت، بيجي عليها وقت بتبقى حلوه قوي، واوقات تانية زي كل الناس، يعني بيجي عليها وقت تبقى تعبانه جدا. في بنوته بتقول عاوزه اشتري نوع فرش للميك اب تكون كويسه. ممكن تشتري جيساب النوع المتوفر في مصر، وكمان في كمان حاجات كتير، يعني في هتلاقي عندك اوبشن كتير في الفرش، فيهم دمج، فيهم كل حاجه، فممكن جيساب هما اللي ينفعوا معاكي. في بنوته تانية، بنات كاتبه كم عمرك وشو الدراسه ودراستك يعني وبتشتغلي ولا لا، وبالنسبه للميك اب شو اللي بتقدري تستغني عنه وتنزلي من غيره؟ طيب انا خلاص قلت في اول الفيديو انا عندي كام سنه دراسه، خلصت دراستي ومش بشتغل، انا قاعده في البيت، برضو قلت في اول الفيديو. بالنسبه للميك اب اللي بقدر استغنى عنه، انا من النوع اللي ايه، لنزل من غير ميك اب خالص، لنزل بفول ميك اب، ما اعتقدش ان انا عندي الجزء بتاع اللي هو بين البنين، بس لو حاجه وحيده هضطر ان انا احطها وانا نازله هرسم حواجبي اكيد، لان هم اكتر حاجه فيا ضايعه، لكن غير كده لا اوكي عادي ما عنديش مشكله انزل من غير ميك اب اصلا. في بنوته بتقول عايزه فاونديشن للبشره الدهنيه لوريال انفيربل، حلوه قوي. عايزه حاجه للكحل الابيض بيروح من عيني، جربي ايسنس سلك نيوت، حلوه قوي. ننتقل الى الفيسبوك. في بنوته بتقول ايه احسن لون هايلايتر؟ انا عموما بحب الحاجات اللي على كريمي شويه، يعني اللي هي افتح حاجه بسيطه من بشرتي، وبحب الحاجات اللي على جولد، يعني بالنسبه لي اللونين دول اكتر 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 لونين انا بموت فيهم، فدول بالنسبه لي احسن لونين هايلايت. في بنوته بتقول لي وانتي مزه كده ازاي؟ لا عادي والله، بس الواحد بيحط ميك اب بيبقى مزه. عايزه اعرف ايه الفرق في التثبيت بين اللوز باودر والكومباكت باودر، يعني الفرق ما بينهم عموما. اللوز باودر عايزه تثبتي من غير ما تدي تغطيه او تدي لون، لكن الكومباكت باودر بتديكي تغطيه زياده عن تغطيه الفاونديشن، وممكن كمان تكون بتدي لون. في بنوته بتقول لو سمحتي انا من متابعيني كنت عايزه تعملي لنا فيديو للمبتدئين في الميك اب اللي مش عارفين ايه اللي بيتحط الاول، الكونتور ولا الفاونديشن ولا الهايلايت. ان شاء الله اعمل فيديو عن كده، يعني فيديو للمبتدئين في الميك اب ان شاء الله اعمل فيديو. في بنوته بتقول انتي سكره، كنت عايزه اسال على نوع هايلايتر يدي ضي حلو للوش. بصوا انا عموما المفضل عندي، انا عندي انستازيا، انا بالنسبه لي هو حلو جدا، وليتلي بقى عندي اوفرا، واوفرا جباره يعني جباره، بس ما يتقالش غير كده. دول حاجات هاي اند، عايزه حاجات ارخص شويه، اي باليت اي شادو فيها لون كريمي في بيجمنت تقدر تستخدميه كهايلايت تمام وزي الفل جدا، بس كده. عايزه اعرف رايك في كونسيلر ويت اند وايلد.
والفاونديشن بتاعهم، الفاونديشن بتاعهم اللي هو فوتو فوكس حلو جدا جدا جدا، كونسيلر انا ما جربتش من عندهم. بس كده يا بنات احنا تقريبا خلصنا خلاص الاسئله اللي موجوده على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام. هقول لكم شويه عن الاسئله اللي الدرجه اللي دايما بتتسال. هي اول حاجه غيري لفه طرحتك. وحياه ربنا انا بحبها جدا. انا بعمل ميك اب ملوش علاقه بالطرحه، انا مبسوطه زي ما كانك بتقولي لي غيري لبسك كده، انا مبسوطه بيه ومريحني. فبليز محدش يقولي غيري لفه طرحتك عشان انا بحبها. تاني حاجه لازم نتكلم فيها ولازم اوضحها، كلمه كونسيلر او كلمه كونسيلر. عايزه تقوليها كونسيلر قوليها، عايزه تقوليها كونسيلر قوليها. انا بس هسمعكم ان الكلمه اسمها كونسيلر وهكتبها دلوقتي عشان بس بيحصل خلافات وخناقات بسبب الكلمه دي، هكتبها لكم وهتسمعوها في الفيديو وهتتاكدوا ان انا بقولها صح. ايا كان بقى في بريتش او في امريكان، انا مريحاني انا بقولها ومريحاني. اهو يا بنات اسمعوا كونسيلر. تاني كونسيلر. صدقوني اسمها كده، يعني انا مش هقول حاجه وانا مش متاكده منها، انت ممكن تعملي سيرش وتطلع لي كده دي صح ودي صح، يعني ملهاش لازمه الخناقات. يعني اخر سؤال يا بنات كانت سالته لي واحده صاحبتي، انت ازاي بتستحملي الكومنتات اللي بتكتب لك؟ انا ما بستحملهاش. انا اكشلي ما بستحملهاش، انا ساعات بتضايق وساعات بكتئب وساعات ما بحبش اصور، عشان من كتر ما في ناس بتشع طاقه سلبيه بتغرقي كده طاقه سلبيه، تلاقي ان انت بتتكلمي في الفيديو عن حاجه معينه تلاقيها مركزه مع حاجه تانية خالص، تلاقي بتسالك عن حاجه تانية خالص غير اللي انت بتتكلمي فيها في الفيديو، زي الكلمه اللي قلت لكم عليها من شويه بتاعت كنسيلر. الفكره كلها انا طالعه في الفيديو طالعه بتكلم وبعرفك ميك اب، مش بقولك تعالي انا بعلمك انجليش، بقول صح بقول غلط، لو قلت صح لنفسي ولو قلت غلط برضو لنفسي تقبلوا الاخر. عادي بنات كتير ممكن تكتب كلام غلط وما بنمشيش ورا كل واحد، ولا لازم تقول كده لا انت غلط لا انت صح، كل واحد يعمل اللي رايحه وكل واحد يعمل اللي يحبه. ودي اخر جملتين كنت عايزة اقولهم، يعني كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي يريحه، كل واحد يقول اللي هو عايزه ومناسبه، كل واحد حر، بس مش اكتر من كده. بس كده يا بنات يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا عرفتوني كده بشكل بسيط وصغير، وان شاء الله هحاول اعمل فيديوهات من دي كتير ان انا تعرفوني اكتر، وهبقى اسالكم تاني وتسالوني تاني وتالت اسئله اكتر واكتر واكتر. بس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي طبعا لايك، وكمان تضغطوا على علامه سبسكرايب اللي هتظهر على الشاشه، مش عارفه احطها هنا ولا هنا ولا هنا مش عارفه، المهم ما تنسوش تضغطوا عليها وتعملوا لي سبسكرايب. بس كده حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.